لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، سيكون حديثنا اليوم عن المسجد الأقصى من ناحية التاريخ وارتباط المسلمين بمسجد الأقصى، وهو الأقصى تاريخ وعقيدة. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع للناس لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى عنده، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وهذا المسجد على الأرجح أن الذي بناه آدم عليه السلام بعد أن بنى البيت الحرام، وضع أسس البيت، وأيضا وضع أسس هذا البيت وهو المسجد الأقصى. ثم أنه بعد ذلك جاء الطوفان في عهد نوح فأزال معالم الأرض، المعالم التي كانت في الأرض أزالها، وبقيت الأسس، يعني أسس البيت الحرام وأسس البيت المقدس أو المسجد الأقصى. وهذا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أن البيت كان قواعده موجودة، ورفع إبراهيم البيت على القواعد التي كانت موجودة التي بناها آدم عليه السلام، وأيضا بنى بيت المقدس. ثم جاءت رحلة إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم نشأ في العراق، يعني ولد ونشأ في العراق في بابل، ثم لما حدث يعني المناظرة بينه وبين أبيه، وأنه تعرض من أبيه لما أوجعه وآلمه آثر الهجرة إلى فلسطين، فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين ومكث بها، ثم ذهب إلى مصر ورجع بعد ذلك بهاجر رضي الله عنها إلى فلسطين مرة أخرى، ثم ذهب بهاجر إلى مكة وتركها، وكانت أنجبت ابنها إسماعيل، ثم ذهب فبنى المسجد الحرام هو وإسماعيل، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فبنى إبراهيم عليه السلام البيت في مكة، ثم عاد إلى فلسطين فبنى بيت المقدس. هل هو الذي بناه أو بناه ابنه إسحاق بعده؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل، والذي كان من نسله نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم أبن لجميع الأنبياء، يعني بعد ما حدث من الطوفان وهلاك البشر في عهد نوح، وثم مجيء نبوة إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم أبن لجميع الأنبياء الذين جاءوا بعدهم، فإما عن طريق إسماعيل، وهذا الطريق لم يأتي منه نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والباقي من جهة إسحاق الذي كان في فلسطين، وكان من نسله يعقوب الذي هو إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل، والذي كان له يعني أبناء، منهم يوسف عليه السلام، وهؤلاء الأبناء الذين أنجبوا أنبياء بني إسرائيل إلى المسيح عليه السلام. ثم كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد المسيح، وهذا من طريق آخر، وهو من طريق إسماعيل عليه السلام. إبراهيم بنى البيت الحرام، ثم بنى بيت المقدس،
وظل البيت المقدس هكذا إلى أن تعرض للهدم مرتين، تعرض للهدم مرتين كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالمرتين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى هي المرة الأولى كانت لملك بابل وهو بختنصر الذي هاجم يعني المدينة ودمرها وأخذ ما فيها، يعني أخذ كل ما فيها ومن الذهب والفضة، يعني هذه المساجد كانت تبنى بيوضع فيها كل فاخر من الأموال، فكان فيها من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر المجوهرات، وحمل ذلك إلى دار مملكته من أرض العراق، فكان هذا هو التدمير الأول. ثم التدمير الثاني كان عن طريق ملك من ملوك الرومان اسمه تيتوس، وهذا كان يعني في سنة 79 ميلادية، يعني كان هذا المرة الأولى كان سنة 587 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح، والمرة الثانية كانت بعد ميلاد المسيح وكان في سنة 79، وكان هذا الإمبراطور الروماني دمر المدينة تدميرا بحيث لم يبقي حجرا على حجر، يعني دمر المدينة تدميرا، وهذا الذي ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى المرتين اللتين تم تدمير المسجد الأقصى فيهما. بعد التدمير الأول وهو تدمير بيت المقدس اللي هو التدمير الأول، بنى سليمان عليه السلام، بدأ داود ببناء المسجد لكن أكمله سليمان فبنى المسجد الأقصى، لم يبني معبدا ولا هيكلا وإنما بنى المسجد الأقصى الذي بناه آدم والذي أعاد بناه إبراهيم وأيضا أعاد بناه مرة ثانية سليمان عليه السلام بعد أبيه داود. وهذا التاريخ يعني الذي كان قبل يعني المسيح عليه السلام، سبق قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى، أنتم تعرفون أن هناك رحلة أبناء يعقوب أو يعقوب وأبناءه، وذلك أن يعقوب كان موجود في فلسطين، ثم أن أخوة يوسف ألقوه في الجب وأخذ وبيع في مصر وتربى في قصر العزيز، وحدثت الحادثة التي كانت من امرأة العزيز، ثم دخل يوسف السجن ثم خرج أمينا على خزائن الأرض، ثم هاجر والديه وإخوته إليه وبقوا في مصر إلى عصر موسى عليه السلام، يعني بني إسرائيل تركوا فلسطين وبقوا في مصر إلى عصر موسى عليه السلام، ثم أن فرعون كان قد قتل أبنائهم واستحيا نساءهم وهاجر بهم موسى عليه السلام، وشق الله سبحانه وتعالى له البحر وهو البحر الأحمر، ثم تجاوز إلى الجهة الأخرى وذهب إلى صحراء سيناء، ثم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة،
أن يدخلوا الأرض المقدسة التي فيها بيت المقدس، وده كان قبل بناء بيت المقدس على يد سليمان. سليمان جاء بعد موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا أرضا مقدسة، فلم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى، وذكروا لموسى، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه الفترة التي كان فيها التيه، يعني تاهوا في صحراء سيناء، لم يعلموا مشرق ولا مغرب ولا، لكن تاهوا في هذا المكان 40 سنة. هذه المدة مات فيها موسى ومات فيها هارون، نبي الله هارون عليهما السلام، مات في هذه الفترة اللي هي فترة 40 سنة. وكان أول من دخل بيت المقدس بعد التيه هو يوشع ابن نون، وهو أول نبي جاء بعد موسى عليه السلام وبعد هارون. فهذه الفترة يعني بنربط بالآيات علشان تعرفون مواضع العلاقة الإيمانية بيننا وبين هذا المكان. فموسى مات عليه السلام، ومات هارون أيضا في فترة التيه اللي هي في 40 سنة، وكان أول من دخل بيت المقدس بعدها يوشع ابن نون. التخريب الأول اللي هو حدث، يعني أول تخريب حدث، كان على يد بختنصر اللي هو الملك البابلي. هذا التخريب كان أحد بني إسرائيل مر على بيت المقدس بعد التخريب، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن، فقال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا يدل على شدة التخريب الذي كان لبيت المقدس. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الرجل مات 100 سنة، بعد 70 سنة كان عمر بيت المقدس، وأصبح هناك تعمير لهذا البيت بعد 70 سنة من موت هذا الرجل. فلما قام وجد هذا المكان قد عمر، فهو يعني المدة التي نامها ظن أنها يوم، ثم نظر إلى الشمس فهي مكانها عندما نام، قال: أو بعض يوم. قال: أو بعض يوم، لكن هو ما نام 100 عام. هذه 100 كان فيها تعمير بيت المقدس بعد التخريب الأول الذي كان من هذا الملك البابلي بختنصر. فكان البيت المقدس مخرب والسقوف ساقطة، يعني كما ذكر الخاوية على عروشها، خاوية من الناس والسقف ساقطة على عروشها. فهذا كان الإصابة الشديدة، حتى أنه قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام وعمرت بعد ذلك، يعني بعد التدمير الأول. فيكون بني إسرائيل امتنعوا عن دخول هذا المسجد المقدس، وكان الدخول والظهور بعد ذلك على يد نبي الله داود. وذلك لما يعني قتل جالوت ودخل إلى بيت المقدس، وبدأ داود يبني هذا البيت.
كان بني إسرائيل بعد ما أصابهم من الذل والهوان في هذه الفترة سألوا نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله معه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه الآيات تبين يعني دخول داود عليه السلام وقتل هذا الملك جالوت الذي كان يعني المسيطر ومهيمن، كان الملك للجبابرة الذين خاف منهم بنو إسرائيل. وبدأ داود يبني هذه المملكة، ثم جاء بعده سليمان عليه السلام فأكمل بناء بيت المقدس. ثم حدث التخريب الثاني كما ذكرنا على يد هذا الملك الذي اسمه تيتوس، وذلك عام 79 بعد الميلاد، يعني بعد ميلاد المسيح. وحصل المدينة وأهلك الآلاف وهدم المدينة. ثم في سنة 135 جاء الملك الروماني أدريانوس وهدم القدس واحتلها في سنة 135 بعد الميلاد، وهدم المسجد الأقصى ولم يبقي من المدينة حجر على حجر. هذه هي الفترة الأولى في قصة بناء البيت أو قصة بناء بيت المقدس. يقول: بناء آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك حدث الطوفان، ثم جاء إبراهيم فبناه، ثم بعد ذلك تم تدمير بيت المقدس، ثم جاء سليمان فبناه، ثم دمر مرة ثانية، وهي آخرها كان سنة 135 بعد الميلاد. ثم كان بعد ذلك يعني العبرة اللي احنا بنأخذها من هذا ان ارتباط بقاء المسجد الأقصى مع المؤمنين، ارتباطه مع المؤمنين، كل ما يكون هناك إيمان كل ما يكون المسجد الأقصى موجود مع المؤمنين. إذا تركوا وعاثوا في الأرض فسادا يسلب منهم، وده في قصة بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى سلب المسجد الأقصى منهم يعني أكثر من مرة، ثم قال في آخر الآيات: وإن عدتم عدنا. يبقى هذا الأمر مش مجرد المرتين، لكن هذا سيتكرر في على الزمان إذا كلما عادوا إلى الفساد عاد المسجد الأقصى، سلب المسجد الأقصى منه. وكذلك أهل الإيمان وهو المسلمين، لأن كما سيتبين بعد ذلك أن المسجد الأقصى ميراث للمسلمين، ميراث للمسلمين وهو ملك لأهل الإسلام. وأهل الإسلام كلما كانوا أقرب إلى الله كلما كان المسجد الأقصى معهم، كلما كانوا أبعد من الله سبحانه وتعالى سلب منهم، كما هو الحال مع بني إسرائيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سنة 16 من الهجرة اللي هي سنة 637 أو 15 من الهجرة سنة 636 تم فتح بيت المقدس على يد الفاتح العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذلك أنه يعني بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر رضي الله عنه توفي سنة 13 من الهجرة النبوية الشريفة، ومكث سنتين في الخلافة فقط، وقضى دعائم الإيمان وقضى على الردة وعلى البغاء وغير ذلك،
وأخذ عمر الخلافة وبدأت الفتوحات في عهد عمر. وجه وجهين عمر رضي الله عنه، وجه توجه إلى الشام ووجه توجه إلى بلاد العراق اللي هي بلاد فارس. كان ممن توجه إلى فارس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبقية القادة الكبار توجهوا إلى الشام، منهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد ابن الخطاب وغيرهم، القعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من القادة الكبار كانوا في اتجاه الشام. أبو عبيدة رضي الله عنه توجه إلى يعني فتح بيت المقدس، وكان خالد رضي الله عنه توجه لفتح يعني دمشق وما حولها من المدن، ودي اللي حدثت يعني فيها موقعة مردين وغيرها. توجه أبو عبيدة لفتح بيت المقدس وحاصر بيت المقدس لفتحه، وظل الحصار طويلا. ثم أن القساوسة خرجوا من فوق الأسوار ونادوا على المسلمين أنهم لن يسلموا المدينة إلا لأمير هذا الجيش، فأتوا لهم بأبو عبيدة فقالوا لا الأمير الكبير اللي هو أمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه يخبره أن هؤلاء القساوسة لا يريدون تسليم المدينة إلا له، فاستشار يعني عمر رضي الله عنه استشار أصحابه، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يخرج ويستلم المدينة حتى يحقن دماء المسلمين إذا كانت ستفتح صلحا إذا ذهب عمر رضي الله عنه. وذهب عمر رضي الله عنه عندما اقترب من المدينة، كان عمر معه يعني بغلة وكان معه خادمه، وكان يتناوبان البغلة يعني يركب مسافة ثم ينزل وخادمه يركب مسافة من الأرض. طبعا مسافة بين المدينة وبين بيت المقدس تقريبا كانت شهر من في السفر، كانت شهر من السفر، لأنه العرب كانوا يقطعون في اليوم 50 كيلومتر، كانوا يقطعون في السير 50 كيلومتر في اليوم، فهذه المسافة كانت تقريبا شهر في السفر. فلما اقترب عمر رضي الله عنه من المدينة كانت نوبة الغلام، نوبة الخادم أنه يركب، فخلع عمر رضي الله عنه نعله ووضعه على كتفه وخاض في المخاضة، فتلقاه أبو عبيدة رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين كيف إذا رآك العجم يعني أنت على هذه الحالة. ترى عمر راح بثياب مرقعة وركب بغلة، يعني البغلة زي الحمار يعني ليس لها قيمة عند العرب ولا عند الناس، فهو ليس على فرس ولا حصان يعني من عربي أصيل ولا مركب عليه هودج ولا شيء من هذا، ويخوض المخاضة هذه في الماء رضي الله عنه. فقال لو قالها غيرك أبا عبيدة لأوجعته ضربا، إن الله أعزنا بهذا الدين، فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. ودي من القواعد العظيمة جدا اللي مستفادة في هذا الفتح، أن العزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، وأن العزة لا تنال بالملك ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالقبيلة ولا بالعشيرة، وإنما تنال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فانكب أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة، انكب على يد عمر رضي الله عنه يقبلها، فانكب عمر على قدمه يقبلها، فنزع هذا فنزع هذا، يعني لما أراد أبو عبيدة يقبل يد عمر انكب عمر على قدم أبي عبيدة يقبلها، فنزع هذا فنزع هذا. كان هذا الموقف اللي هو عند الفتح بين أبو عبيدة وبين عمر رضي الله عنه، كان موقف هناك بين صفرانيوس وهو أكبر البطاركة في مدينة القدس، وهو قد خرج إلى عمر، فلما رآه
قال هذا الذي نجده في كتبنا، إن عمر رضي الله عنه كان فيه شبه من آدم، كان فيه شبه من آدم عليه السلام، وتوصيف ذلك في كتبهم كان موجودا، أن من يفتح بيت المقدس هو عمر رضي الله عنه. فسلمه المفتاح ثم تنحى جانبا يبكي، فقال عمر: هون عليك دواليك، فإن الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. فقال: أتظن أني أبكي لأني أعطيتك مفتاح المدينة؟ فقال: نعم. قال: لا، ولكن كنا نظن أنكم أمة هي صفحة في التاريخ تطوى، ولكن وجدناكم أمة جاءت لتبقى، ولكن وجدناكم أمة جاءت لتبقى. ففتح عمر رضي الله عنه مدينة القدس، واسترشد من هذا القس والبطريق عن مكان مسجد داود، عن مكان مسجد داود، فأخذه وأراه مكان المسجد، وعند المدخل يعني بصعوبة بالغة، لأنه كان وضعوا الزبل والأشياء الممتهنة في هذا المكان، لأن النصارى لا يعظمون بيت المقدس، اليهود يعظمون بيت المقدس لأنهم يعتبرون أن هذا مكان الهيكل ومكان عبادتهم وكذا، فيعظمون هذا المكان، لكن النصارى لا يعظمون بيت المقدس، ولذلك كانوا وضعوا فيه الزبل. فأخذ عمر يتجشم حتى نزل من الدرج ورأى سلم المكان، وأخذ يحمل القاذورات وغيرها رضي الله عنه في ثوبه ويلقيها بعيدا، وأخذ الصحابة يحملون معه حتى نظفوا مكانا، ثم أتى بكعب الأحبار وكان يهوديا فأسلم، وقال له: أين نصلي هنا؟ فقال: نجعل الصخرة اللي كان، الصخرة دي هي اللي كان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها البراق، ودي في عند باب المغربة، باب المغربة هو اللي يسمى باب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عنده الصخرة اللي فيها القبة الذهبية دي اللي مسدسة، دي قبة فوق الصخرة، بنيت في عهد بني أمية سنة 66 تقريبا من الهجرة النبوية الشريفة، في عهد عبد الملك بن مروان، هو بنى المسجد، بنى المسجد، وبنى المسجد اللي فيه الصلاة اللي هو اللي يصلى فيه الآن، وبنى قبة الصخرة، بنى القبة التي على الصخرة. وكان المدينة دي خربت إلا هذا السور اللي هو السور اللي هو يسمى حائط البراق، وعشان كده اليهود بيسموه حائط المبكى، ويروح عنده يبكون عنده ويتعبدون عنده، لأن ده السور الوحيد اللي فضل بعد تدمير المدينة. في التدمير الثاني اللي هو في عهد تيتس الروماني وأدريانوس بعديه في سنة 135 دمروا المدينة كلها، وفضل السور ده اللي هو اللي بيسموه احنا بنقول عليه حائط البراق، واليهود بيقولوه عليه حائط المبكى، وبيبكوا عنده لأن دي آخر حاجة بقيت من المسجد الأقصى اللي هم بيقولوا عليه هيكل سليمان، اللي بيقولوا عليه هيكل سليمان. طب احنا بنقول انه في سنة 636 لما دخل عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس لم يكن هناك هيكلا، ما كانش فيه هيكل موجود، مش حاجة مبنية، كان كله متدمر الا الجزء ده اللي هو السور اللي عند السور اللي بنسميه احنا حائط الايه؟ البراق، بنسموه حائط البراق. ولم يكن يهودي واحد في المدينة، بل اشترط صفرانيوس على عمر رضي الله عنه أن يسلمه المدينة بشرط أن لا يدخل فيها يهوديا واحدا. كان في شرط الصلح بين عمر وبين صفرانيوس إن هو ما يدخلش حد من اليهود إلى بيت المقدس. فإذا عندما فتح المسلمون البيت المقدس سنة 636 مكان لم يكن هناك ثمة يهودي واحد، ولم يكن هناك هيكلا، كانش فيه أي حاجة ولا هيكل ولا معبد ولا شيء من هذا. ف
فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار كعب الأحبار فقال له نجعل الصخرة أمامنا ونستقبلها. فقال أنك امرؤ ما زال فيك يهودية، ما زال فيك يهودية، لا يؤدي إلى تعظيم الصخرة. ثم جعلها خلفه واستقبل البيت وصلى النبي عمر رضي الله عنه. عمر صلى في بيت المقدس، وكان دخل كنيسة القيامة عمر رضي الله عنه، وجاء وقت الصلاة فأراد النصارى أن يصلي في الكنيسة، وعمر أبى أن يفعل ذلك، وخرج عمر رضي الله عنه وصلى في بيت المقدس. بيت المقدس مش هو الصخرة اللي انتوا بتشوفوها اللي هي قبة الصخرة، ولا هو المسجد اللي الناس بتصلي فيه، لا ده ده جزء من بيت المقدس. بيت المقدس مساحة كبيرة جدا مصورة، في داخلها ايه؟ في داخلها المسجد اللي هو عمر بناه، يعني عمر بنى مسجد المسجد العمري، وده كان نواة مسجد للصلاة. بعدين بني أمية في سنة 636 بنوا، في سنة 66 بنوا الايه؟ ال 66 من الهجرة، 66 من الهجرة، يعني تقريبا بعد 50 سنة من فتح عمر للايه؟ المسجد. بعد 50 سنة من فتح عمر للمسجد بنى بنو أمية اللي هو عبد الملك الأمير عبد الملك بن مروان رحمه الله، بنى هذا المسجد اللي هو موجود الآن. لكن المسجد ده عبارة عن مساحة كبيرة جدا، فيه مدارس وأوقاف وفيه أبار وفيه أماكن سبل للمياه، ومساحة كبيرة جدا مصورة. المسجد اللي بيصلوا فيه ده وقبة الصخرة جزء بسيط من المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به لم يكن مهتم مسجد، ما كانش فيه مسجد، كان هذا السور وعليه أبواب، فكل السور ده بكل أبوابه ومداخله، يعني الذي يصلي تحت شجرة والذي يصلي عند سبيل مياه أو عند مدرسة أو عند كذا كذا له 500 صلاة، لأن كل هذا هو المسجد الأقصى، وليس المسجد الأقصى هو مسجد المصلى اللي هو بيصلى فيه، مش هو المصلى اللي بيصلى فيه، ولا هو الإيه؟ ولا هو قبة الصخرة. دول جزئين من المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مضروب عليه سور كبير جدا، وله أكثر من باب، له أكثر من باب، منهم باب المغاربة اللي هم بيحاولوا يوقعوه دلوقتي وعاملين تحته أنفاق، ده الباب اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ربط النبي صلى الله عليه وسلم في البراق صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ما كانش هناك بيت مبني معبد ويصلى فيه أو في هيكل أو في كذا، لم يكن هناك شيء، إنما كان السور ده اللي باقي اللي هو بيدل على بيت المقدس اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالأنبياء. بعد الفتح الإسلامي طبعا عبد الملك بن مروان قعد 30 سنة يبني في البيت ده، قعد 30 سنة يبني في المسجد ده من سنة 66 لسنة 96 وهم بيبنوا. تعرفين ان خلافة بني أمية انتهت سنة سنة 131 131 هم قعدوا حوالي 90 أو 91 سنة في خلافة بني أمية. فكان يعني هذا الفتح الإسلامي كان سنة 636، وبقي المسجد في أيدي المسلمين، يعني من 16 هجرية بقي المسجد في أيدي المسلمين، إلى أن كانت هناك الغارات الصليبية البربرية التي جاءت على بلاد المسلمين، ودي كانت 8 حملات بربرية جاءت على بيت المقدس وعلى الشام وعلى مصر وغيرها من بلاد المسلمين، فهاجموا القدس، وده كان سنة 492 من الهجرة، سنة 1099 من الميلاد. سنة 492 تم احتلال بيت المقدس،
ودخل هؤلاء الصليبيين إلى بيت المقدس وقتلوا 70,000 من المسلمين. قتلوا 70,000 من المسلمين. الأعداد دي أعداد كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا بالنسبة لعدد السكان اللي موجودين في هذا الوقت. فكان الاحتلال ده احتلال الصليبيين لبيت المقدس، ومكثوا في بيت المقدس حوالي 91 سنة. 91 سنة لأن صلاح الدين حرر بيت المقدس سنة 583. صلاح الدين سبقه في الجهاد نور الدين محمود ابن زنكي أقسنجر رحمه الله، وده كان بدأ الجهاد في سبيل الله لتحرير بيت المقدس. وكان هذا الرجل رجلا صالحا، كان رجلا صالحا، وكان يعني من تحريه الحلال كان يرسل في رمضان إلى رجل صوفي زاهد يعني يأخذ منه لقيمات يفطر عليها، كان يرسل له بعض الرقاق وبعض الخبز كان يفطر عليه ويتسحر به حتى يكون صيامه يعني لا يدخل في جوفه شيئا من مما فيه شبهة حتى من راتبه الذي يأخذه من الملك رحمه الله. وكان يعني حدث رجل ادعى عليه، ادعى على نور الدين محمود عند القاضي انه اخذ منه بستان وكذا، فدعاه القاضي فذهب الى القاضي، فلما دعاه القاضي اراد ان يسمع منه فقال اسمع من المدعي، فسمع منهم، فالرجل ادعى عليه الحديقة، فقال نور الدين محمود رحمه الله اما انا فجئت هنا لأن من دعي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلبي، وأما هذا الرجل فليس له شيء عندي، ولكن أنا وهبت له ما ادعاه، يعني وهبت هذه الحديقة له يعني التي ادعاها عليه، وذلك حتى يسقط الشبهة. كان رحمه الله يعني أول ما حكم وضع المكوس والضرائب الجمارك وغيرها من الأموال اللي كانت تأخذ من الناس، كان يسجد يقول اللهم اغفر للكلب المكاس، وخطأ الناس وقال إنما أخذته منكم إنما أنفقته في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن المسلمين وأعراضهم وكذا، وكان كثير البكاء رحمه الله. وكانت زوجته يعني على مثل حاله، فكان في مرة في الصباح وجدها تبكي فسألها عن سبب بكائها، فقالت أنها لم تصلي الليل، فأوقف وقفا على طبلة خانة تضرب في الليل يعني زي مسحرات كده ليقوم الناس لصلاة الليل، مش لصلاة الفجر، ليقوم الناس لصلاة الفجر لما اشتكت له أنها نامت ليلة عن صلاة الفجر. هذا الرجل كان رجلا صالحا تربى في حجره صلاح الدين رحمه الله. صلاح الدين كان موجود في العراق مع أبويه، وذلك أنه كان هناك ملك في العراق وكان يحب والد صلاح الدين، وكان هناك نزاع بينه وبين أخ لهذا الملك، فلما مات الملك تولى أخوه وكان يريد قتل هذه العائلة. ولد في هذا اليوم صلاح الدين، ولد في اليوم ده صلاح الدين، فأرادوا أن يتركوا البلاد، ف يعني كان هناك ثقل عليهم أنهم يحملوا الطفل، هذا الطفل معهم، فأرادوا أن يتركوا صلاح الدين، فأخذوا خادم لهم في حقيبة حتى وصلوا به، نزلوا على نور الدين محمود رحمه الله، وتربى صلاح الدين في بيت نور الدين محمود، فلما كبر عمل في الجيش الذي كان قائده نور الدين محمود. ثم أنه حدث نزاع بين الفاطميين في مصر، فأرسل يعني نور الدين محمود أرسل صلاح الدين إلى مصر ليقضي على هذه الفتنة، ثم كان وزيرا في الدولة الفاطمية،
ثم مات الخليفة الفاطمي في هذا الوقت، فأخذ الخلافة بدلا منه صلاح الدين، وأغلق هذه وقضى على المذهب الشيعي وأعلن مذهب السنة، وصار له قيادة كبيرة جدا في مصر. ثم هلاوي نور الدين محمود وتولى أخوه، وكان أخوه رجل فحمل صلاح الدين على دمشق فأخذها وأخذ البلاد التي حولها، ثم جمع جيش مصر والشام وبدأ يحاول تحرير بيت المقدس، فبدأ يحرر الإمارات الصغيرة التي كانت مثل سور وعكا وعسقلان وغيرها من الإمارات الصغيرة لكي يصل إلى بيت المقدس. كان هناك معركة فاصلة بين صلاح الدين وبين هؤلاء، بين صلاح الدين وبين هؤلاء الصليبيين، وتقدم صلاح الدين إلى حطين، فحاز بحيرة طبرية، صارت بحيرة طبرية معه، وكان هذا في فصل الصيف، وبعد الحصاد بيبقى جذور الزرع موجودة يابسة في الأرض، وكانت الأرض شديدة الحرارة، يعني كانت الأجواء شديدة الحرارة، فحاز الماء فلم يجدوا ماء يشربوه، وهو كان معه عنده الماء. عدد المسلمين كان 12,000 مع صلاح الدين، وعدد عدد الصليبيين في هذا الوقت كانوا 63,000، منهم 12 ملك من ملوك الفرنجة، فهجم صلاح الدين كر عليهم، وأمر النفاطة أن ينقب النفط في على الهشيم ثم أشعلوا النيران، فأصبح هناك نار تحت سنابك الخيل، وهناك نار من حر الشمس، وهناك نار في داخل من حر العطش، فهجم عليهم كر عليهم صلاح الدين، قتل منهم 30,000 من 63، وأسر 30,000، وفر 3,000 من المعركة، منهم ملك طرابلس، يعني فر جريحا ومات بجرحه، وأسر 11 ملكا من ملوك الفرنجة، إن أسر صلاح الدين 11 ملكا من ملوك الفرنجة، منهم ملك اسمه أرياط، كان ملك على الكرك منطقة في الأردن، وكان بينتظر الحجيج، كان يقتلهم، كان يقول أين محمدكم فليأتي فلينقذكم. فلما جلس صلاح الدين مع ملوك الفرنجة أرسل خادمه ليأتي له بماء بارد فشرب، ثم أعطى أعظم ملوكهم ليشرب فشرب، ثم أعطى أخاه ملك الكرك اللي هو أرياط، فأخذ منه صلاح الدين الماء، ثم قال له يعني أنا لم آذن لك أن تعطيه، ثم أخذ ملك أرياط إلى خيمتي فعرض عليه الإسلام فأبى، فقال جئتك نائبا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الثأر لأمتي، ثم قطع رأسه وضعها في صنية وأخرجها إلى ملوك الفرنجة، ثم أخذ الأسرى إلى دمشق، وربط الملوك في ذيول الخيل تبول عليهم، وأخذوا صليب الصلابون الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه، ومرصع بالجواهر والياقوت، دخلوا به دمشق منكسا، وكان يوم عز لم يرى المسلمون مثله إلا في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنه. ثم توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس، فحاصر بيت المقدس مدة طويلة، إلى أن تم حشو أحد الأسوار بالمتفجرات، ثم فجره ودخل المسلمون إلى بيت المقدس. ده كان في سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 91 سنة من احتلال بيت المقدس. وتم تطهير المسجد، لأن لما دخلوا وجدوا الخيل والخنازير وغيرها، بيربوا عاملين اسطبلات للخيل وللخنازير ومثل هذه الأشياء،
فأخذوا يطهروه ويغسلوه بماء الورد، وكان ده في يوم 27 من ربيع، كان الفتح ده في يوم 27 من ربيع، فلم يستطيعوا صلاة الجمعة في كان يوم جمعة، وصلوا فيه في الجمعة التي بعدها اللي هي يوم 4 شعبان، في يوم الرابع من شعبان صلوا أول جمعة فيه. وذكر ابن كثير رحمه الله في يوم الفتح هذا قال: لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساوس، ودخله أهل الإيمان ونودي بالأذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن، كان أول جمعة أقيمت في الرابع من شعبان بعد يوم الفتح بثمان أيام من الفتح، فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وتلي التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وورعت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكروبات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع، وسالت الرقة، وسالت لرقة القلوب المدانع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال. وأتى يعني صلاح الدين بالقاضي ابن الزكي وأوكل إليه الخطبة، وأرسلوا ليأتوا بالمنبر الذي بناه نور الدين محمود قبل هذا اليوم بعشرين سنة لكي يخطب عليه عندما يفتح بيت المقدس. كان نور الدين محمود بنى منبر ليخطب عليه يعني عندما يفتح بيت المقدس قبل يوم الفتح ده بعشرين سنة، لكن توفي دون ذلك رحمه الله، وجاءوا بالمنبر من دمشق ووضع وخطب اللي عليه ابن الزكي خطبة الجمعة. فافتتح كلامه بقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ثم ذكر تحميدات القرآن كلها في خطبه، ثم بعد ذلك تكلم على فضل بيت المقدس. فكانت هذه أول خطبة في بيت المقدس في الرابع من شعبان سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة. بعد ذلك بقي بيت المقدس في أيدي المسلمين، بقي بيت المقدس في أيدي المسلمين إلى أن كانت إنجلترا قد أعطت وعدا سنة 1917 فيما يعرف بوعد بلفور، ولجعل وطن لليهود في فلسطين، وهذا إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق. بعد قيام الحرب العالمية احتلت بريطانيا فلسطين سنة 1919، ووجد اليهود فرصة مناسبة وتستروا وراء بريطانيا، وأخذت الأسراب اليهودية تهاجر إلى القدس من جميع أنحاء العالم، حتى قامت عصابة منهم وشكلوا دولة احتضنتها أمريكا والدول الأوروبية، وأخذوا جزءا من القدس اللي هو القدس الغربي، وده كان سنة 48 فيما يعرف بالنكبة، ففي سنة 48 أخذوا جزء من القدس هو الجزء الغربي اللي هو القدس الغربية. وبعدين في سنة 1967 أخذوا الجزء الشرقي اللي هو فيه بيت المقدس. فيبقى بيت المقدس ظل في أيدي المسلمين لغاية سنة 1967، لأن عندما جاءت النكبة سنة 48 وأخذت إسرائيل أراضي كثيرة من فلسطين، ظلت الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس وغزة غير محتلة، فكانت غزة تحت الإدارة المصرية من 48 لسنة 67، كانت غزة تحت الإدارة المصرية، وكان
القدس تحت الإدارة الأردنية، تحت الإدارة الأردنية، ولا إلى الآن تحت وزارة الأوقاف الأردنية، وزارة الأوقاف الأردنية. حدث طبعا الأشياء بعد حدث حرب 73 اللي فيها استرد المصريون جزء من سيناء، وبعدين بعد مفاوضات اللي هي كانت في كامب ديفيد بدأ المصريون يستردون بقية سيناء إلى أن وصلوا إلى جزء كان حدث عليه تحقيق هذا الجزء، والأردن فوضت وأخذت الأرض التي احتلوها من الأردن ولم تعود الكرة الأرضية ولا القدس إلى الإدارة الأردنية، ولا غزة عادت إلى الإدارة المصرية. فالحق من أجارة الأرض دي لإسرائيل هي كانت محتلة، أجارتها لإسرائيل في أو شيء من هذا، ومصر أخذت كل سيناء. مصر أخذت كل سيناء. يبقى لنا جزء محتل قديما وهو إيلات، أم الرشراش، أم الرشراش في أصل الأراضي المصرية، لكن هي خرجت من المفاوضات ولم يتفاوض عليها، لم تدرج في المفاوضات، وتم استعادة كل الأراضي من سيناء حتى طابة. أصبح هناك سيطرة لليهود على بيت المقدس، وجزء الشرقي والغربي أصبح تحت يعني الاحتلال اللي هو احتلال اليهودي له. عندما دخلوا بيت المقدس سنة 67 تم الاستيلاء على حائط البراق علشان يعملوا مكان للمصلى ليه، هم بيصلوا في هذا المكان اللي عند حائط البراق اللي بيسموه هم حائط المبكى، لان قلنا لما تهدم بيت المقدس في التهديم الاخير لم يبقى منه الا هذا الجدار، ودمروا حائط المغاربة اللي هي فيها باب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دخل منه في الإسراء، دموا سووها بالأرض. كان فيها أربع مساجد وكان فيها مدارس شرعية وكان فيها أوقاف إسلامية، دمروها تماما اللي هي الحي المغاربة ده، كان السنة 67. سنة 69 حرقوا المسجد، الأقصى، وحرق منبر اللي بيعرف بمنبر صلاح الدين اللي الأثري اللي كان خطب عليه لما فتح بيت المقدس، كان ده في شهر 8 سنة 1999. في بعد كده دخل يهوديان المسجد الأقصى بحيزتهما كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل اليدوية بهدف نسف قبة الصخرة. وفي سنة 2000 اقتحم إيريل شارون البيت المقدس وعملوا مجازر في بيت المقدس لما قامت الانتفاضة الأولى، وحدثت مجازر في بيت المقدس. في إبريل سنة 2005 الرئيس الإسرائيلي سمح لليهود بدخول الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي وإقامة عبادات بقرار رئاسي منهم. وفي 2008 الاحتلال افتتح كنيسا يهوديا بأرض وقفية على بعد 50 متر من الأقصى. في 2017 اللي هو منذ يعني أشهر قليلة تم إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه ووضع بوابات اللي ثارت الثورة، وتم إزالة البوابات، ودي كانت اعتداءات على بيت المقدس. فده الكلام على تاريخ بيت المقدس منذ النشأة وما مر به من الأطوار. يعني كما ذكرنا في ترتيب بناء آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، ثم سليمان عليه السلام، ثم تم فتح بيت المقدس وبناها عمر رضي الله عنه، ثم عبد الملك بن مروان، ثم تم احتلاله
سنة 492 هجرية، وتم تحريره سنة 583 من الهجرة، وظل في أيدي المسلمين إلى أن تم احتلاله سنة 1967، وظل في أيدي اليهود إلى يومنا هذا، وظلت هذه الاعتداءات الموجودة على بيت المقدس. إيه بقى العلاقة بيننا وبين بيت المقدس، اللي هي الجزء الثاني من الكلام، وهو الكلام على العقيدة من ناحية بيت المقدس. بيت المقدس أولا هو ثاني بيت وضع للناس وبناء إبراهيم عليه السلام، والمفترض أن احنا الورثة الحقيقيين لإبراهيم عليه السلام، لقول الله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فالورثة الحقيقيين لإبراهيم عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم الورثة الحقيقيين لميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسجد هو مصرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكان مصرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يعني عرج من بيت المقدس بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كان هذا من بيت المقدس. هذا المسجد صلى فيه نبينا بالأنبياء ليعلم أن هذا بيته وسلطانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. فكل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالأنبياء يدل على أن هذا أصبح بيته وسلطانه، وأن جميع الأنبياء جاءوا ليسلموا هذه المقدسات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوريث الوحيد لهؤلاء الأنبياء، وأيضا هو الأمين على هذا المسجد، هو الوريث الوحيد وهو الأمين على هذا المسجد وعلى ميراث الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالأنبياء جميعا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، ورأى إبراهيم عليه السلام، ورأى المسيح عليه السلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشكالهم، فقال إن إبراهيم هو أشبه بصاحبكم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسيح أشبه بعروة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شبه موسى عليه السلام. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء رأى الأنبياء هؤلاء الذين صلوا معه أيضا، الذين صلوا معه، وده عبارة عن يعني تجسيد للأرواح، يعني هذه الأرواح تجسدت بأجساد في صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رآها أيضا في السماء. فهذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وهذا يدل على أنه النبي المقدم والمعظم صلى الله عليه وسلم، وأنه الوريث الوحيد لهذا المكان. أيضا هذا المسجد هو أحد المساجد التي يشد إليها الرحال، يعني في عقيدتنا أن هذا المساجد أحد المساجد التي يشد إليها الرحال، فهي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. فأصبح المساجد التي يشد إليها الرحال بفضلها. أيضا المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الصلاة في 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة. الصلاة فيه مضاعفة 500 صلاة، وهذا يدل على أنه ليس كالمساجد، يعني ليس كالمساجد المسجد أي مسجد الصلاة فيه مصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: ثم المساجد بعد ذلك سواء، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. فالمساجد بعد المساجد الثلاثة كلها سواء،
لكن هل يحدث تفاضل في المساجد؟ ممكن يحدث، بس مش لأنه مسجد له فضيلة، لأن تحدث التفاضل لكثرة العدد في المسجد، لكون المسجد قديم، لكون الإمام رجل صالح عارف بالكتاب والسنة، وأشياء من مثل هذه ممكن تدي رفعة للمكان، ممكن تدي رفعة للمكان. لكن المساجد كلها سواء إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذه أرض المحشر والمنشر، هذه أرض المحشر والمنشر كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. اليهود لما خرجوا من المدينة توجهوا إلى الشام، توجهوا إلى الشام إلى بيت المقدس، فهذا أول الحشر، هذا أول الحشر. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي للأرض التي يكون فيها أول الحشر وتكون فيها العلامات الكبرى، لأن يعني فيها بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية دي البحيرة اللي هتجف لما يأتي يأجوج ومأجوج يشربوا ليه البحيرة، فالبحيرة دي هتجف، وفيها نخل بيسان، نخل بيسان ده أيضا يجف، وفيها مجيء الدجال، وفيها نزول المسيح عليه السلام عند المئذنة الشرقية في دمشق، ثم يأتي ليقتل الدجال عند بيت المقدس، لأن يعني المهدي يكون محاصر في بيت المقدس من الدجال وجنوده، فيأتيه فيقتل الدجال ويري الناس دمه في سيفه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلى الإسلام والسيف. كل هذه العلامات الكبرى التي تسبق الساعة بقليل تكون في هذا في هذا المكان، فهي أرض المحشر وأرض المنشر. وهذا جاء في حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. هذه يعني بيت المقدس وأرض المحشر والمنشر، وهو الأرض التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه، يعني إبراهيم، ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه يعني إبراهيم عليه السلام ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اللي هي أرض الشام وأرض بيت المقدس. وهذا ثاني بيت وضع للناس ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عنده، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو أول قبلة استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا، 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم تحولت القبلة بعد ذلك، ثم القبلة تحولت بعد ذلك في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فده كان في تحول للبيت الحرام، الإنسان كان يحب أن يصلي إلى البيت الحرام، لأن كانت التشريعات في بداية الإسلام هي تشريعات تتألف أهل الكتاب، فجاءت الصلاة إلى بيت المقدس لأن اليهود يصلون إلى بيت المقدس، النصارى يصلون إلى جهة الشرق، يصلون إلى جهة الشرق، لكن اليهود يصلون إلى بيت المقدس، فجاءت الصلاة إلى بيت المقدس تألفا لهم على الإسلام، لأنه وجود العوامل المشتركة في الأشياء تحدث نوع من التآلف، تحدث شيء من التآلف. ثم بعد ذلك تحولت القبلة بعد 16 شهرا إلى المسجد الحرام، فكانت هي أول قبلة استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وصلى لها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 16 شهرا، وهو المكان الوحيد الذي اجتمع فيه جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ميزة لبيت المقدس. أيضا الطائفة الناجية المنصورة التي ينصر الله سبحانه وتعالى بها الدين ويعز بها الأمة
ستكون مرابطة في هذا المكان، ستكون مرابطة في هذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. قال: يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أنت تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر من حديث: عليكم بالشام، عليكم بالشام، وأن الملائكة يعني تبسط أجنحتها على أهل الشام، وأنها فيها حماية من الله سبحانه وتعالى لأهل الشام. فهناك يعني نصر موجود ولا شك لأهل الشام، لكن هذا النصر والتمكين بيسبقه اختبارات، كما قيل الإمام أحمد رحمه الله: خير للمرء أن يمكن أن يبتلى. قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى، لا يمكن المرء حتى يبتلى. فلا بد أن تكون هناك ابتلاءات، الابتلاءات دي بتعمل نوع من التمحيص، ليعلم الله من يطيع ممن يعصي، ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. أيضا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى هو، يعني بيت المقدس، ولوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى فيه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. شطن الفرس اللي هو الحبل اللي بتربط به الايه الفرس، ممكن اقصى حاجة هيكون الايه هيكون مترين او متر ونص او ثلاثة متر بالكتير قوي. فبيقول يعني حياتي ايام هيكون الانسان لو ليه قد شطن فرسه في بيت المقدس في بقعة ينظر منها الى بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، خير له من الدنيا، مثل شطن فرس يا مسافة قد الايه قد الحبل بتاع الفرس. فهذا يدل على فضل هذا المكان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحه قبل الفتح، وده كان في غزوة تبوك، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في تبوك في قبة من أدم يعني من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر منها فتح بيت المقدس. هذا الحديث رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بيت المقدس، وهذا يدل على هذه البشارة تدل على ملكيتنا لهذا المكان، لأن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتحها هذا يدل على ملكيتنا، لا كل هذا نحن ندور في الملكية الشرعية لهذا المكان. أيضا هذا المكان أرض مقدسة، أرض مقدسة، كما قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل على لسان نبيهم: ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة. فهذه أرض مقدسة، والتقديس لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مسجد الأقصى مش حرم، يعني احنا بنسمع نقول ثالث الحرمين، ثالث الحرمين في المنزلة، يعني يأتي المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، دول حرمين، ثم يأتي في المنزلة ثالث الحرمين وهو المسجد الأقصى، لكنه ليس بحرم، ليس بحرم، ليس هناك حرم إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. أيضا مسجد الأقصى هو مسجد إسلامي منذ بنية إلى يومنا هذا، يعني بناء آدم عليه السلام بناء على الإسلام، يوحد فيه الله سبحانه وتعالى، وهو موجود المسجد الأقصى قبل وجود اليهود، قبل وجود اليهود اللي هم بيدعوا أحقية، قبل وجود اليهود أصلا موجود المسجد الأقصى ببناء إيه؟ ببناء آدم له وببناء إبراهيم له. يعني اليهود وجدوا بعد إيه؟ بعد إسرائيل، بعد إيه؟ بعد يعقوب، إنما المسجد موجود قبل ذلك، المسجد موجود قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا المسجد موجود قبل وجود اليهود أصلا, قبل وجود اليهود أصلا, وليس هناك شيء اسمه الهيكل ولا المعبد. المسجد الأقصى بناء آدم عليه السلام, بناء إبراهيم عليه السلام, وبناء سليمان عليه السلام, وكلهم موحدين. سليمان كان مسلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين, هذا كلام سليمان عليه السلام. وهي بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والأنبياء جميعا كانوا على الإسلام, الأنبياء جميعا كانوا على الإسلام, حتى إسحاق ويعقوب وغيرهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. إذن هذا بيت إسلامي منذ نشأته وتطوره, ولم يكن يوما لليهود. فهذا المسجد مسجد إسلامي من قبل أن يوجد اليهود ومن بعد ما ولدوا. وقال تعالى ومن يامر عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وجاء بعدها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. أيضا هذا المكان دخلوا عدد كبير من الصحابة ومات عدد كبير جدا من الصحابة في هذا المكان, في هذا المكان. طبعا كان أبو عبيدة رضي الله عنه دخل هذا المكان, ومعاذ بن جبل رضي الله عنه, وخالد بن الوليد رضي الله عنه, وعبادة بن الصامت كان قاضي في القدس, وتميم بن أوس الدري, وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عنه. ويعني أكثر من 1000 صحابي مدفون في هذه المنطقة, أكثر من 1000 صحابي مدفون في هذه المنطقة ممن دخلوا بلاد الشام وجاهدوا في الله حق جهاده. البلدة الوحيدة اللي خرج إليها أمير المؤمنين عشان يستلمها وذلك لشرف بيت المقدس وهي مكانة بيت المقدس عند المسلمين. فدي البلدة الوحيدة اللي أمير المؤمنين خرج بنفسه عشان يستلم هذه البلدة, هي خروج عمر رضي الله عنه لاستلام بيت المقدس. فده علاقتنا ببيت المقدس, ده يعني تاريخ بيت المقدس. وهذا بسرعة طبعا أمر يعطي فكرة عن حقيقتنا في بيت المقدس, ويعطي فكرة عن تطور هذا في التاريخ في التاريخ الإسلامي. يقول في أحد المساجد وجدت امرأة تقرأ في المصحف والنساء يرددن خلفها, وعلمت منها أنهن يقمن بعمل ختمة قراءة, فقلت لها أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لي أنا سألت وقيل لي أن ذلك يجوز طالما من يرددن لا يستطيعن القراءة مفردهن حيث لا يعرفن القراءة, وذلك طمعا في الثواب, فهل هذا صحيح؟ إذا كان على جهة التعليم يصح, إذا كان هذا الأمر على جهة التعليم يصح أن احنا نعلم الناس نقرأ ويقرأوا خلفنا, هذا جائز, وأن هم يتموا المصحف قراءة لإرادة الثواب فهذا جائز إذا كان في المراد منه التعليم. هل إذا سمعت من يقول ربنا وقف جنبي في الموقف الفلاني, وقف جنبي في الموقف الفلاني, أو من يقول أنا ماليش واسطة إلا ربنا يجب علي أن أصحح مثل هذه الألفاظ لقائلها أم أدعه لأنني أعلم أن قصده من ورائها حسن, خاصة لو كان القائل من كبار السن؟ طبعا هذه الكلمات يعني
لم ترد بهذا. لو قال أن الله وقف معي هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، لو قال كان الله معي مثلا هذا جائز. أما واسطة لا، الله سبحانه وتعالى هو الملك وليس واسطة عند أحد. لو قال ليس لي إلا الله فهذا جائز. لكن هي الكلمة هذه وقف جنبي، مثل قول بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. طبعا ربنا ما بيذهبش، ربنا ما بيذهبش، لكن كان مقصودهم إذا كانوا مؤمنين يعني، فيكون قصدهم اذهب أنت وربك، اذهب أنت يعني تقاتل وربك معك، ربك يعينك، وربك يعينك على ما أنت فيه من قتال هؤلاء الجبابرة، وليس معناه يذهب الله يقاتل أو شيء من هذا. فهذا الكلام يعني قد لا يريد صاحبه معناه الحقيقي اللي هو المعنى غير المقبول، لكن نصحح له العبارات أفضل حتى يعني تكون عبارته صحيحة ولا تتناقل عبر الأجيال، لأنه هيعلم أولاده وأولاده يعلموا أولاده وهتتناقل عليه، فهو لو صححها هتتصحح عبر أجيال كثيرة جدا. في أسئلة؟ حضرتك اتكلمت عن مسجد في الإسراء والمعراج، ان لسه اهل مكة يعني طلبوا منه ان هو يسد لهم المسجد، ودرجة ان ده كان سور بس. نعم، في سور في ابواب، يعني هو كان وصف لهم الاشياء اللي موجودة، الاطلال اللي كانت موجودة. موقف ترامب ده اولا موقف ترامب هو اعتراف دولة، لكن هي دولة ذات قوة بأن القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وهذا أصلا ليس من حقه. لو هو كان في نظام عالمي وفي أمم متحدة وفي كذا وكذا، فاللي بيعترف بهذا هو الأمم المتحدة، يصدر قرار ثم تعترف الدول بعد ذلك بهذا القرار، لكن هذا ليس هناك قرار لا من الأمم المتحدة ولا من غيره، لكن هذا نظام بلطجة، يعني دولة قوية بتقول دي بتاعت فلان، فهذا لا يجعلها ملكا لفلان، بقوله هو لا يجعلها ملكا لفلان. وعندنا الأمور يعني مثل بعضها، لأن هم حاطين إيدهم على الأرض، ولا يمكن أن نأخذ هذا البيت إلا بتحريكه، هذا يحتاج إلى نوع من القوة، هذا يحتاج إلى نوع من القوة، وليس معنى أننا غير قادرين على تحريره الآن أننا نترك القضية، لا، بل لابد يكون هناك إعداد ليوم التحرير. يعني لابد أن يعرف المسلمون أنهم قد يكونوا غير قادرين اليوم على تحرير بيت المقدس، وهذا قد يكون شيء واقعي، لكن ليس معنى ذلك الاستسلام، مش معنى ذلك الاستسلام، لابد أن يكون هناك إعداد ليوم التحرير. أول شيء أن نورث القضية حية، يعني احنا نتكلم ونتكلم، هما في ناس بيقولوا انت ما وراكمش الا الكلام، ما احنا بنتكلم علشان تفضل القضية حية في الناس الموجودين وتورث القضية حية، ان في مسجد وان المسجد ده محتل وان الارض دي لازم تتحرر، وانها لو ما تحررتش ان الان هتتحرر بكرة، واحنا عندنا يقين ان بيت المقدس هيتحرر، بس بيت المقدس مرتبط بالايمان، عشان كده لابد الاخذ باسباب الايه، باسباب القوه، اولها الاسباب الايمانيه اللي هي نسميها الاسباب المعنويه والاسباب الماديه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله يعدهم. احنا يبقى في استعداد لهذا من ناحيه القوه، الناحيه العسكريه، وفي استعداد اصلا معنوي اللي هو الاستعداد الايماني، من الايمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، العمل الصالح، التوكل على الله سبحانه وتعالى، اليقين، الدعاء، الاستغفار، هذه الاشياء كلها من اسباب النصر والتمكين. فاحنا لابد ان يكون عندنا ايمان وعندنا توكل على الله سبحانه وتعالى، ونكثر من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، وحديث
الاستغفار، كل ذلك موجود في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. يعني هذا فيه الدعاء، فيه الدعاء الاستغفار أيضا من أسباب النصر والتمكين. الإيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى، كان ذلك سببا في النصر والتمكين. فإحنا في أسباب لابد أن احنا نتغير أصلا. يعني لا يمكن أن يتنزل النصر على أمة مثلنا، أمة أولا مفككة، يعني أمة ضعيفة واهنة إيمانيا وأخلاقيا وسلوكيا ومعاملتيا. يعني أنت تعامل المسلم وأنت متوجس أنه يغشك، أنه يسرقك، أنه يفعل كذا. فهذا الذي وصل إليه عدم وجود الأخلاق الإسلامية، المعاملات الإسلامية، العقيدة الإسلامية المخربة من خلال أجهزة التلفاز ومن خلال الراديو ومن خلال المجلات والجرائد وغيرها من هذه الأشياء. كل هذا سبب في الانتكاس، سبب في الانتكاس. يعني احنا لما نشوف المسجد الأقصى اتخذ امتى؟ اتخذ في عهد الدولة العباسية. الدولة العباسية يعني حدث لها التتر جوب بعد كده ايضا على الدولة العباسية بعد الحملات الصليبية دي. نتيجة ايه؟ نتيجة ضياع. يعني في الدولة الأموية كان هناك يعني العلماء والمدارس العلمية وانتشار الإسلام، والإسلام ذهب إلى أبعد مدى، إلى الصين وإلى أسبانيا والبرتغال وفرنسا في عهد الدولة الأموية. بعد كده جت الدولة العباسية ترجمة الفلسفة وعلم النفس والأشياء اليونانية والإغريقية والهندية، وحبوا يعملوا توليفة. ضعف الإيمان وظهرت البدع وانتشرت والتصوف والمذاهب الباطلة والإباحية وشرب الخمور والرقص والدعارة والنجوم وأكل أموال الناس بالباطل. أدى ذلك إلى تقطع الدولة العباسية إلى إمارات، ثم بعد ذلك ضعف الدولة العباسية، ثم هجوم الأعداء على الدولة العباسية وأخذوا أراضي كثيرة جدا من الدولة العباسية. بعدين فكان الناس قطبة النقص. أما جه نور الدين محمود الرجل الصالح تبعه صلاح الدين، صلاح الدين كان بيأخذ قراء البخاري يقرؤون عليه البخاري وهو بيقاتل، يمشي وراه في ساحة القتال يقرؤون عليه صحيح البخاري، وكان له عقيدة كان يحفظها لأبنائه. ومات يوم مات ليس معه إلا دينار وستة وثلاثين درهما في خزانته، وكان ملك على هذه البلاد كلها، وترك 16 ولدا وبنت واحدة، كانوا كلهم ملوك بعده، بعد صلاح الدين كلهم ملوك بعد صلاح الدين بسبب صلاح الأب، وهو صلاح الدين وقرنه نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله. عاد بيت المقدس، فسقط بيت المقدس بعد ذلك. في سنة 67 انتشرت الاشتراكية في مصر والشيوعية وحاربوا الديانة، وانتشر الملابس الخليعة المينيجيب والميكروجيب، ولم يكن هناك امرأة محجبة في مصر كلها ولا تضع إشارب على رأسها ولا رجل ملتحي، والمساجد لا يصلي فيها إلا كبار السن، ولا يخرج للحج إلا من يذهب ولا يعود من كبار سنه ومرضه. وصار هذا الحال، سقطت، بدأ الناس، حدثت رجفة في 67 والناس بدأوا يعودون للدين والمساجد تمتلئ والصحوة الإسلامية بدأت والشباب المسلم بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حدثت بركة استطاع أن هم يحدثوا كسر للعدو، ليس كسرا نهائيا لكن حدث أن هم خرجوا من الغفلة. فكل ما الأمور دي نقترب إحنا من الإيمان ونبتعد عن الكفر والفسوق والعصيان، كل ما يتنزل النصر، كل ما نقترب من الكفر والفسوق والعصيان كل ما يذهب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.